اخذت الشهاده اسم الليسانس اسمها الليسانس كان ساعتها اسم الليسانس ثم ماجستير لا قبلها هل عملتها في الجامعه لا ما عملتها في الجامعه تخرجت من الجامعه وين رحت دكتور بعد التخرج مباشره بعد التخرج مباشره كنت اسافر افريقيا يعني انا سافر افريقيا تقريبا في كل 3 شهور مره الى الان تسمح لي انت تخرجت وعملت يعني كان في عمل حكومي لا ولا في عمل حكومي كان عمل خارج برا برا انا سافرت على طول مباشره مناشط تعليميه لا بالضبط كده كان التعليم اغلبه لان انا اخطب الجمعه من وانا تقريبا في اولى كليه فكان المساجد وكان غالب الامر كان المساجد هو نمره واحد هو المعلم الاول بالنسبه لنا كدروس وكالجمع وكالتاليف كتب لاني بدات تاليف الاصول الواضحه ده وطبع اول مره وانا كنت في ثانيه كليه الكتاب ما اكملته كان اول كتاب لك اول كتاب لي كان الاصول الواضحات في شرح الورقات لا الكتاب اللي اخذه الوالد من قال اكتب لا ده رابع كتاب رابع كتاب ده رابع إيه؟ كتاب الحنكه رساله صغيره كانت حوالي مثلا 120 صفحه الحنكه في اختلاف المطالع دي كانت ف يعني طيب. لو افاض الله بعد كده طيب لما تخرجت من الجامعه سجلتها رساله الماجستير لكن قبلها وش كانت عنوان رسالتك في الماجستير لا في البكالوريوس ما فيش ما في بحث لا ما فيش بحث ما كان في بحث شهاده 4 سنوات شهاده بس وخلاص على كده تمام ثم سجلتها ثم لا بتاخذ سنه دبلومه كان اسمها دبلومه عامه سنه ودبلومه خاصه في التخصص بقى كان تخصص اصول فقه فكان التخصص هو السنه كامله تاخذ التخصص فيها اختيارك هذا طبعا باختيار تمام. باختيار فيها وكان لنا موقف طريف مع شيخنا الوالد شيخ محمد بن نور زهير تسمع عنه كان يعطي دروسه في المسجد الازهر وكان يدرس في المسجد الازهر الازهر وكان يدرس بعد الفجر يبدا من بعد الفجر الا ما شاء الله وكان اول ما دخلنا كان التخصص فلينا يعني تقريبا كنا حوالي 160 طالب او 170 طالب فالشيخ يسلم علينا ومشي ما رأينا الشيخ لمدة 6 شهور تقريبا يعني كل يوم نروح ما فيش شيخ مش ما فيش لغاية لما وصلنا 7 أنفار فقط ليس هذا قل الطلاب جدا هو لما جه الشيخ جلس قال لك الصبر على الطلب أهم من الطلب قلت له شيخنا كان قلت لنا احنا بنيجي بعد الفجر وكان ما فيش مواصلات تمشي أنا كنت ساكن في الزيتون منطقة هنا أمشي من الزيتون لغاية الأزهر مشي برجلين تأخذ 3 ساعات تطلع من البيت مثلا ساعات الله لغاية تمشي توصل لغاية هناك كم كان عمرك يا دكتور كان ساعتها العمر تقريبا حوالي 22 23 سنه اي شباب لا كانت المشي بس كانت المشكله وانت تدرس في الجامعه في ذاك الوقت وكانت المشكله الوقت كان ساعتها كان احداث معينه كانت في مصر وغير قابل للمشي في الوقت ده باللحه وكان المنظر يعني غير امن الدكتور ليش ترك كان عايز يصفي الطلبه يعني يشوف اللي فعلا ثبتوا لانه يقول احنا لو عندنا 160 اصولي كانت الامه فلحت كان كلمه الشيخ احنا ماده الاصول دي ماده صعبه جدا ومن اصعب المواد تدرس على مستوى الكليات كلها فلما 160 واحد يبقى انتم داخلين كده يعني بتحبوا يعني العلم الهوجه كده وخلاص لكن لا اللي يحب العلم يصبر عليه يا سلام فلما انتقينا ولينا اخذنا شهر وشهر ونص 7 أنفار ما تغيرنا فجي الشيخ جلس سبحان الله يعني فكانت اول نقطه سبحان الله يعني تحول في حياتك اول ارصد ودن زي ما يقولوا كده يعني لغايه النهارده هذه احنا نختبر بها طلابنا الى الان اللي عملوا فينا الشيخ نختبر بالطلاب لأن يأتينا طالب من الطلاب وأنا جاي من برا عشان أجلس معك سنة اثنين ثلاثة دي ممكن نأخذه شهرين ثلاثة اختبارات في الطالب على مذهب شيخنا لغاية لما نجد إنه صبور لأن الصبر ده نمر تختبرون الجدية صابر وجد تعالى الجزء إحنا خدنا في سنة ونص مع الشيخ اللي ما كانش هيتاخد في السنتين في النظامي في الدراسة النظامية التربية قبل العلم بالضبط يعني ولا وانت جاي تاخد ماده معينه تطلع اسمك احنا بنقول النهارده اسمنا مع الشيخ فلان فيبقى انت جدير بان انت تاخد تنتسب للشيخ فانت صابر انت جاي من بلدك سايب وقتك وسايب جهدك وسايب اولادك وسايب مالك فلازم انت مش جاي تضيع وقتك جميل